بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان بأعمال لا يفعلها في غيره، منها الإقبال على تلاوة القرآن في رمضان، قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم تفرغ في هذا الشهر لتلاوة القرآن، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذا الشهر العشر الأواخر من رمضان لأجل التفرغ لعبادة الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان بمزيد من قيام الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره لفضيلة الوقت. فكان صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر بمزيد من الجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، حتى إنه يتفرغ لذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر رمضان على العبادة وعلى تلاوة القرآن، على قيام الليل، على إطعام الطعام، على أنواع العبادات أكثر من غيره لفضيلة هذا الشهر. شهر رمضان هو شهر الخيرات والبركات والمضاعفات الأعمال الصالحة. فمن من الله عليه وأدرك شهر رمضان وتمكن من العبادة بأنواعها فإن هذا فضل من الله عليه، عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يشغل هذا الشهر بما خص به من الأعمال الصالحة، ويقدر لهذا الشهر قدره ومنزلته، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهذا شهر عظيم، شهر البركات، شهر الخيرات، شهر المسرات، شهر تلاوة القرآن، شهر إطعام الطعام، شهر قيام الليل، شهر تجتمع فيه فضائل عظيمة ينبغي للمسلم أن يستحضرها وأن يستغلها وأن لا يحرم نفسه منها. بعض الناس لا يميز شهر رمضان عن غيره من الشهور، وإن كان الواجب عليه طاعة الله في كل الشهور، ولكن في شهر رمضان تزداد الفضيلة وتزداد الرغبة في العمل الصالح. فهو شهر عظيم وشهر فاضل، شهر مبارك، شهر يشعر فيه المسلم بنقاوة القلب وصفاء السريرة، يشعر فيه المسلم بالإقبال على طاعة الله، شهر تصفد فيه الشياطين عن عباد الله لئلا يشغلوهم عن طاعة الله عز وجل، تصفد الشياطين عن عباد الله المؤمنين. أما الكفار والمنافقون فإن الشياطين تتسلط عليهم في رمضان وفي غيره، وفي شهر رمضان تتسلط عليهم أكثر لتصدهم عن طاعة الله عز وجل.
فمن مزايا هذا الشهر أنه تصفد فيه الشياطين عن عباد الله المؤمنين المتقين، أنه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وذلك في كل ليلة من شهر رمضان. فلله الحمد والمنة، كم لله من فضائل علينا في هذا الشهر المبارك، فيجب علينا أن نتنبه لذلك، وألا يمر علينا هذا الشهر من غير استفادة منه فنخسره، وهو غنيمة في عمر المسلم يجب عليه أن يحافظ عليها، وأن يشكر الله على بلوغ شهر رمضان، ويسأل الله الإعانة على طاعة الله في هذا الشهر، وأن يتقبل الله منه ذلك. فهذا غنيمة في حياة المسلم جعلها الله. وهذا الشهر فيه ليلة كما قال جل وعلا: ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وهي مرجوة في كل ليالي هذا الشهر، لا يعلمها إلا الله، أخفاها الله سبحانه لأجل أن يجتهد المسلم في كل الليالي حتى يكون أدرك فضل الشهر وأدرك ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم وسائر المسلمين لاغتنام هذا الشهر. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.